ساتحقق من توازن وضع الواقف والتناظر والانتفاخ او الكدمات هل بامكانك المشي لي واستدير وعد مره اخرى جيد هل يمكنك الجلوس على الطاوله بساقيك مستقيمتين وقدميك بعيده عن الحافه سافحص توازنها وتناظرها وانتفاخها وكدماتها خلال الراحه ساطلب منك حركات الان سبيلك ما لديك من الم هل يمكنك رفع كاحلك وتوجيهه لاسفل والاسترخاء واللوك واللف والفك والان ابهام قدمك يمكنك